ميسان، عنا دائما فقرات منوعه برحلتنا الصباحيه. اليوم هلا اول ما بلشت الفقره بلشنا نشم الروائح الجميله والعطيره. بدنا نحكي ميسان عن الصابون اليدوي المعطر. كثير بنسمع عن صوابين طبيه فيها مواد كيماويه، هذا الصابون طبيعي 100% وفيه مواد طبيعيه وروائح جميله وعطيره. لنحكي اكثر عن الصابون اليدوي الطبيعي معنا يمنى بكر من نحلات سوريا. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير، يسعد صباحكم. يسعد صباحك يا رب. الله يسلمك يا رب. اهلا وسهلا. يعني نور، يمكن انت بما انك قاعده جنب السيده يمنى عم تشمي الروائح فعلا، اول ما دخلت شميت الروائح العطره. اشكال ايضا جميله. سيده يمنى، تخبرينا اول شيء، حضرتك من نحلات سوريا، تخبرينا عن شغلكم وعن صناعه الصابون. بداية صناعة الصابون كلنا بنعرف انه هي مهنة حرفية متوارثة، يعني هي حرفة تراثية تعتبر من التراث بكل المدن السورية وبكافة انحاء العالم. فهي دخلت بعدين بمجال يعني تحدثت شوي مع الوقت، بس هي ظلت بالبداية حرفة يدوية بعيدا عن، انا بفضل انه تكون بعيدا عن الصناعة وعن التجاري، يعني كلها عبارة عن مواد طبيعية، زيوت طبيعية، عطور طبيعية، ألوان طبيعية، مو صعبة أبدا ومتوارثة المهنة. و يعني أحد أشكال دخول المرأة لمعترك الحياة، للوقوف مع الرجل بشكل أو بآخر، يعني لتدعم نفسها ايضا، تصير يعني مثل ما قلنا يمكن تحس بوجودها. يعني دائما يمكن المراه السوريه، او اكيد المراه السوريه عندها دائما حالات استثنائيه، بتعمل مشاريع الخاصه من البيت، ممكن تكون هي صاحبه دخل لنفسها. وهيدا المشروع اللي حكينا معكم، نحلات سوريا، من المشاريع النسائيه الجميله اللي دائما عنده وقفه استثنائيه، دائما في شيء جديد. اليوم عم نحكي عن الصابون الطبيعي اليدوي. اول ما شفتي ست يمنى الريحه هفت، ويمكن حتى تكلفته اقل، يعني عم نشوف الاسعار مكلفه جداً. وكثير من الناس او اغلب الناس صار الظروف الاقتصاديه صعبه، فهذا بمتناول اليد. خلينا نحكي، اذا رح بلش قطعه قطعه، كله مواد طبيعيه عطيره. مواد طبيعيه بدايه، هو اي صابون بدك تعمليه متعارف عليه انه افضل نوعين زيت لصنع الصابون، زيت جوز الهند وزيت الزيتون. هدول الاساسيات بصناعه الصابون. كل ما بعد ذلك من اضافات، سواء من طبعا ممكن تضيفي اعشاب، ممكن تضيفي الوان طبيعيه لاعشاب مجففه، وزيوت لاعشاب ثانيه بس بتجي بنسب ضئيله. بس وطبعا نحن مشهورين، سوريا مشهوره بزيت الزيتون. صحيح. والغار ممكن تفوتي، هون ما بيدخل شيء مستورد، لهيك بنلاقيه طبيعي. لا. واقل لا. كلفه. ما في داعي للمستورد. خلينا نحكي، عم تستعملي ماده طبيعيه. تمام. خلينا نحكي بالبداية، مثلا هي القطعة فينا نقول صابون لشو؟ هي صابون بالبداية، هي صابونة جليسيرين، فيها مادة الجليسيرين مرطبة، فيها جوز الهند، زيت جوز الهند اللي هو أساسي بصناعة الصابون، فيها عطر ولون عادي طبيعي كثير، ما في مواد كيميائية. طبعا هو صناعة الصابون هو تفاعل كيميائي، بالنهاية ما فينا نهرب من هاي الفكرة. بس أنت عم تستعملي شيء مضمون، أنت لامستي بإيدك، شاريتي بإيدك، جايبتي من مصدر موثوق، مانو رايح على المصانع، مانو رايح، ما في أي وسيلة من وسائل الغش أو التجارة بالموضوع. يمكن ميسان جميل حتى شوفي يعني الصابونة مع المادة المعطرة، طريقة التقديم أيضا كثير ملفتة للنظر. تماما. طريقة التقديم إنه العشبة اللي بالتصنيع موجودة مشان الواحد يحس بالراحة، إنه بفوت فيها كثير أعشاب، نباتات مجففة، كل شيء نحن بناخذه عبر الفم بنقدر نجففه تقريبا كل شيء ونستعمله بصناعة الصابون. طيب. الزيتون، إكليل الجبل، اللافندر، الجوز الهند. طيب، بيلفت نظري لشيء بأنه على تنوع هالأشياء المقدمة، كل يمكن نوع زيت أو كل مادة عشبية بتفيد لشيء معين. طبعاً. كيف بيتم دراسة هذا الموضوع من قبلكم أنتم كأشخاص بتصنعوا هاي الصابونة لتعرفوا الناس بأنه هاي الصابونة مثلا مفيدة للبشرة، إيدين، للأكزيما، لأي شغلة، لأنه فعلا هي لها استخدامات. هي بتجي بالتجربة على فكرة، بالإضافة إلى أنه بتطلعي على مراجع موثوقة، موثوقة كثير مهم أنه تطلعي على مراجع موثوقة، مو أي حدا كتب كلمتين. طبعا لا، أكيد عندنا بسوريا في عندنا جمعية للطب التكميلي، في عندها كثير معلومات دقيقة جداً عن الأعشاب السورية. فبتاخذي المعلومة من مصدر موثوق، ومع التجربة بتكتشفي أو بترسخي الفكرة اللي أخذتيها من المصدر الموثوق. ومعروف على فكرة عبر من زمان، يعني كان حدا مثلا عنده أكزيما يقولوا له استعمل صابون الأطفال.
الأطران، يعني هي أجدادنا بدون دراسة بكلية الطب، بدون بكلية صيدلة اكتشفوا أو كانوا يعالجوا هذا الطب الطبيعي والطب البديل القديم، هيك كان يعتمد على الأعشاب والنباتات. فبتكرسي يعني مع التجربه مع الوقت بتكتشفي انه هذا افضل، البشره الحساسه بدها كذا، البشره العاديه، البشره الدهنيه، البشره الجافه. اذا بنعطي لمحه بسيطه، اول شيء هيدا الصابون شو؟ هي صابونه شوفان. شوفان يعتبر ماده مقشره. صحيح. وفي بقلبه كمان زيت القمح، طبعا الاساسي زيت جوز الهند، وبيدخل فيها زيت خروع. زيت الخروع مرطب كثير، وزيت جوز الهند نفس الشيء. الشوفان للتقشير، لانه في عنا نحن طبعا على طول في عنا البشره المتقرنه او بشره ميته، الشوفان بيشيل هاي البشره المتقرنه وتتخلصي منها. طبعا هاي الصوابين ما لازم تستعمل يومي ومره ومرتين وثلاثه، يعني لازم تستعمل بشكل دائم بس مو مرتين ثلاثه باليوم، يعني يكفي مره واحده تستعمليها. لازم هو اول شيء بيلامس وشنا نحن اول ما نصحى الصابون، واخر شيء بيلامس وشنا قبل ما ننام الصابون. صحيح. لازم نحرص انه نستعمل صابونه جيده. طب اذا بدنا ننصح بعض السيدات مثلا، لان نحن معروفين بالبشرات الجافه والدهنيه، بشرة الجافة بتستعملي لها أول شيء وأهم شيء زيت الزيتون وزيت جوز الهند. بتضيفي لها زيت اللافندر، بتحطي لها زيت الليمون إذا فيها بقع أو فيها نمش، بيفتح اللون بس ما بيروح. يعني إذا بدك بيقولوا إنه التجاريين ممكن بيروح، لا ما بيروح، بيفتح اللون. يعني إذا ما كانوا يستخدموا الليمون يحطوه أصلاً. صح. مع زيت الزيتون تحت العين، يعني ستات أيام كمان أو على إيديهم. تماماً. في كثير انواع، في عندك اكليل الجبل مفيد كثير للبشره، هي الليمون، في البابونج الكاموميل رائع ومفيد جدا جدا للبشره الجافه. وإذا في اشخاص عندهم حبوب يمكن بيستخدموا كثير، وفي صابونه الفحم يلي بيحطوا لها فحم نشط، فحم طبي يعني، كمان بيروح بيقضي على البكتيريا، يعني ما بيعود كمان. تماما، وما بيروح يعني ما بيعود بينتقل من منطقه لثانيه الحبوب. نعم. انتشار الحبوب بالوجه، وبيخف علام الحبوب يلي بتكون بالوجه، خصوصي عند الشباب اللي باول طلعتهم بيكون في عنا حب الشباب بيعانوا منه كثير. طيب خلينا نحكي عن التكلفه الماديه، اذا قلنا هي مواد الاسعار والتكلفه الماديه بنقول معقوله بمتناول الدخل المحدود؟ ايه لانه انت عم يعني انا لما بدي اشتري هيك صابونه تقريبا ممكن يكون سعرها بين يعني تتراوح بين ال 2000 ليره سوري لل 3000 ليره سوري كحد اقصى. يعني يمكن هلا اذا بدهم خلينا نحكي، اذا بدنا نروح نجيب منتج لغسول للبشره، خلينا نقول الاسعار صارت توصل الاسعار توصل لحد راتب موظف، عم تقول لحد اقصى، فلهيك شغلات غاليه تماما. يعني عم تقول 2000 3000 هي كثير منطقيه كحد اقصى وكثير مقبوله، يعني تعتبر رخيصه يعني كونك عم تستعملي شيء طبيعي، شيء انت صنعتيه على ايدك، انت بتعرفي شو دخل فيه، العطر اللي حطيتيه والزيت اللي حطيتيه واللون اللي حطيتيه، انت واثقه من اللي عم تستعملي. بينما انت عم تشتري تجاري مصنع ما بتعرفي شو المواد اللي داخله فيه، مالك ضامنتي، وعم تجي الاسعار كثير مرتفعه. صحيح. بالنسبه لدخل الفرد حاليا كثير مرتفعه. صحيح. يمكن السيدات السوريات صاروا مشهورات انه هن بيقدروا يلاقوا حلول لكل السيدات الاخريات ويساعدوهم للتدبير. خلينا نحكي شوي عن مشاركه حضرتك بالبازارات كمان، وقديش هذا الشيء بيدعمك ايضا بتسويق لمنتجاتك. جماعة الشيء الحلو بالبازارات انه بتسهل وبتدعم الشخص اللي طالع جديد ليتواصل مع المستهلك. انت كبدايه ما بيكون عندك قدره انك توصلي للمستهلك لتعرفيه على منتجك، لتقولي له في شيء هون انا عملته، فالبازارات بتسهل عليك كثير هذا الحكي. بتتواصلي مع المستهلك بسهوله، بيجي المنتج المستهلك اول مره، ثاني مره بيكون متردد، بعدين بيوصلي لمرحله بعد فتره من البازارات والمعارض انه صار هو المستهلك عم يستنى البازار ويسال عن موعده. صحيح. لانه انت عندك قطعه نظيفه، عندك قطعه مصنوعه بطريقه كثير طبيعيه ما فيها اي شيء، والتواصل معك بيكون سهل لانه انت ما عندك محل، عندك يعني بدك تحطي مصاريفه مباشره منك له التعامل، السعر بيكون معقول لانه ما في عندك حلقات وساطه يعني تماماً. من المنتج للمستهلك تماماً. ما عندك ضريبه ولا محل. البازارات كيف سهلت التواصل بين الستات اللي بيشتغلوا بالمهن اليدويه لهاند ميد
وبين المستهلك. يمكن ميسان نحلات سوريا دائما لهم وقفه برحلاتنا الصباحيه ودائما في مشاريع اضافيه، دائما معكم خطوات جديده وعم تفكروا يمكن بالبيئه المحيطه، قديش اليوم في عندنا مشاريع بقدر انا يمكن ادعم المجتمع المحلي يكون جزء فعال، وعم نشوف يعني كل مره عندكم مشروع جديد، شو بتطمحوا له بالمشاريع القادمه يعني؟ نطمح انه نوصل كل سيده عندها مهنه، اول شيء نحمي المهن اليدويه من الاندثار. هي كانت من اوائل المهن اليدويه اللي كانوا يشتغلوها اجدادنا صارت صحيح. تقريبا شبه مندثره، شغل الكروشيه، يعني سيطرت الصناعات والمنتجات التجاريه على الاسواق، نحن بدنا نلفت نظر العالم انه لا في شيء يدوي كانت تشتغله الست ببيتها، شو ما كان، ممكن الكروشيه، ممكن اطباق القش والسلال، ممكن الرسم على المرايا، الرسم على الزجاج، صناعة الصابون، صابون الغار، كثير مجالات بدنا نلفق، يعني حرام هاي المهن تروح لأنه هي تراث، وتراث حلو كثير، لازم نحافظ عليها، ونقدر إن نعمل سلة وصل من خلال الأسواق بين المنتج والمستهلك بطريقة بسيطة كثير، ما تكلف المنتج كثير وما تكلف المستهلك كثير. يعني من أهم الشغلات يلي شفناها بهي المشاريع واللي هي يمكن كلها شغل يدوي انه في عن جد تكلفه ما عم تكون هي ماديه او الشغل، ولكن نحن اليوم بدنا ندعو فعلا كل الاشخاص انه نحن ندعم هؤلاء السيدات، يعني نور فعلا مالنا بحاجه انه نروح على محل اصلا المحل هو مضطر يبيعك بسعر غالي لانه عنده اجار، لانه عنده تكلفه ماديه بده يحطها على عاتق المستهلك، فهذا الشيء اللي حضرتك عم تذكريه يمكن عم يتوفر شوي من خلال البازارات وايضا من خلال التسويق عبر السوشيال ميديا تماماً. كمان عم نشوف هذا الموضوع، وهذا يمكن عم يسهل شوي التسويق تماماً. عبر السوشيال ميديا والاسعار المنخفضه بتشجع المستهلك انه يجرب. يعني لما بيكون المبلغ بسيط فبيجرب، يعني بيتجرأ انه يجرب لانه ما عم يحط مبلغ كبير ويمكن يطلع الفكره سيئه او ما يعجب بالفكره، فهي ما بيكون متكلف كثير ماديا. ست يمنى بكر بدنا نتشكرك، بنوجه تحيه كثير كبيره لنحلات سوريا، وبنتمنى الكل يقتدي فيكم. لما انا اقدم منتج طبيعي وعم اقول تكلفته اذا يعني اغلى صابونه حقها 3000 ليره فهو بمتناول جميع اصحاب الدخل أكيد. المحدود، انتم متوجهين طبعاً. للشريحه الاكبر طبعاً. بالمجتمع، بنتمنى لكم التوفيق اكيد، وان شاء الله يا رب هيك مشاريعكم تكبر تكبر. نحلات سوريا يحلقوا مو فقط بسوريا، يحلقوا بجميع البلاد العربيه ان شاء الله يا رب. الله يخليكم، شكرا كثير لكم، تعاونكم، شكرا كثير لك ولوجودك معنا لليوم. تسلمي يا رب.